جلامورات جلامورات، بونجور بونجور غيم، كي صبحتوا لاباس عليكم، هاني اموركم. الوغ كيما شفتوا البارح بوستيت لكم السكين كير ديالي، اللي طبعا كاينه عند حبيبه شوب اللي هو باي لا مارك ماتيس. او ميم طون صورت لكم المجوهرات، راك صبحت لكم على المجوهرات ديال شعري، باسكو نتوما كتعرفوا الصيف كيفاش كيرجع لينا الشعر، سواء الناس اللي مصبوغ لهم ولا الناس اللي ما مصبوغش لهم. اون سو مومون انا كنغسل بلا مارك غوفيتالاش اللي كنخدم من عند حبيبه شوب، بيان سور جو بخون لا غام كامله. انا فاش كناخد شي شامبو ولا كنبدل شي شامبو كناخد لا غام كامله، اي ابخي كنشوف اشنو اللي كنبغي ندير ديما واشنو اللي ما كنبغيش ندير ديما. ف بور لانستون شوي تري ساتيسفيت بالشامبو ولا ابخي شامبو، سورتو ابخي لا شوت اللي وقعت لي. دايوغ جو في بارطاجي افيك فو واحد الرقيه اللي ولات لي هنايا افيك لو ستريس اللي عندي. المهم كاين واحد لاموس، واحد الماء اللي هي كتخرج بحال شكل موس، انا غادي نبارطاجيها معكم دابا. شوفوا هو الماء كيكون بحال ما هكا، اوكي، ديال الفوليوم، مي فاش كتابوي كيخرج لك، كتخرج لك اين موس. وهذه زوينه بزاف 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 بالنسبه للناس اللي كيزون بيردو الفوليوم ولا اللي كيخرجوا من الماء وكيكون الشعر ديالهم فريمون طايح اي تو، ما كيعجبناش كاملين حنا يكون الشعر ديالنا هكا. اونسويت هاد لي ماركه البنات كاملين، انا شو با فيني بور تاغي لي مارك، ولكن شو فيني بور تاغي لو شوب ديال حبيبه، لان هما اشاك فوا كنبغي نسافر كندير اون بيتيت سيليكسيون ديال الحوايج، سواء الشعر ولا لو كور ديالي ولا الوجه ديالي. فهذا دي بول ديال الكافيار، عرفتي البنات دوبي كو شو اريفي ما كنتش باغي نصور لكم في الاول، ما كنتش باغي نصور لكم في الاول حتى نشوف، باسكو سي لا بروميير فوا اللي كنجرب. سيغت انه غالي شي شويه ولكن الي فريمون افيكاس. فهذا البنات كما كتشوفوا هذا فيه لا سيديرونيك، سي ان سيروم يونيفرسال اللي غادي تشوفي الشونجمون راديكال اللي غادي يوقع لك الشعر كامل. سا سي بان بيبليسيتي جو مون فو، انا كيراستاس ولا غوفيتالاج ولا، انا بغيت غير لي برودوي اللي كندير نبارطاجيهم معاكم. فهذا انو با غاتي فهاد الصيف هذا. وبيان سور راكم كتعرفوا كاين عندي واحد لو ماسك اللي مالوغوزمون ما جبتوش، هو اللي كنت كنتبع لشعري قبل ما نسافر، هو اللي عطاني الفوليوم، وانتم راكم لاحظتوا الفوليوم اللي بدا كيرجع عاوتاني لشعري. او فيت مو جو في دي كريز ديال لونغواس، هما السبب الرئيسي اللي كيخلو شعري كيعاود ينبت وكيعاود ينزل. هادشي راه كنت بارطاجيتو معكم في اللايف، جو سي با واش كلكم شفتو اللايف ولا لا. اونسويت حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم، انا ما كنديرش كو شامبوان غوفيتالاج، انا كندير شامبوان غوفيتالاج وكندير حتى الكيراستاس، هاد لا كولور هادي بالنسبه للشوفو كورلي. علاش؟ باسكو بغيت هادوك لي بوكلي اللي كانوا عندي يرجعوا، اي دوكو بيتي تا بيتي كنحاول انا نرجعهم بطريقه ناتشورال، سواء كنضفر شعري ولا كنجيبو هنايا في شكل الناس. ولكن في لي فواياج انا من الناس اللي ما كنقدرش ندير لي بروشين في البلا في لي بلاج، سي تادير كو فاش كنكون مسافره ما كنحبش ندير لي بروشين بجو دي تيست، كنبقى كندير المشيطات اللي كنعتمد بهم على الشعر افي موين ولا الشعر ناتشورال. و سا مديرونج با اني جوست نطلقو هكا، جو سي با بوكو جي جامي ايمي لي بروشين و لي و الصالون نمشي ليه في البلاص بلاص البحر. هذا هو البوان دو في ديالي و هادشي اللي كيعجبني انايا. الوغ هاد هاد الزيت البنات هادي ولا هاد السيروم هذا فيه الويل دو مانوكا، بيان سور المانوكا كتعرفوا العسل ديال مصاوب باردون بالعسل ديال المانوكا، بيان سور كتعرفوها. وبيان سور كنت كنجيبو انا من هولندا وكنت كنبارطاجيها معكم. دايوغ باقي عندي واحد شويه في الدار، فريمون لا بوتيل ما بقاش فيها بزاف، وفاش كنمشي لفرنسا ما كيكونش باسكو فوالا ما كيعرفوش ليه فرنسا، ماشي ما كيعرفوش ليه، ما كيحطوش في كاع لي شوب، واغلبيه الناس في فرنسا ما كي يهتموش بزاف بالعسل ديال المانوكا، ما عرفتش. طونجي كو حنا في المغرب ولينا كنهتموا به بزاف، وكاينه اون سول مارك اللي كنت بارطاجيتها معكم، جو في شيرشي ليستوري ديالي واش باقي عندي هذاك لوبو باش نوريكم كل مارك اللي فريمون زوينه. راه كنت خديته من هولندا، من هولنداوي، وكنت جبته من بروكسل فوالا. ف غادي نقلب على الناس.
وغادي نبارطاجي معاكم. اونسويت عندي في هاد الصفحه شنو عندي من عند حبيبه شو عندي كما كتشوفوا لي كخان ديال ماتيس مع هذا اللي انكرويابل. هذا معرفتش اش لهاد لا ماتيغ غادي باش كنغسل وجهي تنحط شويه كنخربق شويه كوجي وكنحطو بالماء وكيولي بحال من سخت ديال الحليب. وهذا يكون باشير ساكوت فريمون 300 درهم اي سي دو لا مارك ماتيس باسكو بزاف الناس كتحبهم لا مارك ماتيس سي اون مارك كي كوت شير لا راه ما الكوت باشير يا دي برودوي سيرت كوم كاع دي بارك كي كوت شير وكاينين دي بوزوت برودوي كو نو. انسويت با فوالا هادشي لي بغيت نبارطاجي معاكم جوست سكين كير ديالي ومجوهرات شعري هاد المكان. بغيت نقول لكم صباحكم مبروك غسي كونيكتي بغيت نبارطاجي معكم واحد اللعبه اخرى ديال صاحبتي ميمي. الوغ عرفتوا اشنا هو هذا البنات؟ هذا هو ما يسمى بالفريع ديال فرعون اللي اخر حاجه خرجتها ما كوبين ميمي سماتو بوبالو باش تعرفوا هي عندها توجور بغيت انا بيرسون لا كوني بحالي انايا واخا فوالا اون سو فوا بلو كوم افون اون سو فريكونت بلو كوم افون اي تو سي دوماج مي انا كنعرفها ميمي عندها واحد البنيه ناعسه فيها ميتها حتى هي سي انكرويابل مي عندها والله الا عندها واحد البنيه فالفكرة نتاع انها سماتو بوبالو سا ما با ايتوني باسكو انا كنعرف ميمي تو سي جيست سي بيجاما سون ريتويال سا في الي لي بواحد الطفله دايوغ بون je vais pas vous dire plus mais c'est ça voilà. Alors c'est la première fois les 15 jarbon déjà la texture du gel elle est vraiment top et waouh et ça j'aime bien vraiment finif diel comme au pain mais elle je préfère cette tariqa hadi chofou kifash kiwli le reste كنبغي نديرو هنايا فمي ولا غنعاود نزيد شي شويه في الفم اي سي بون فريمون زوين اي درتو محترم باسكو كاينين لي زوت مارك تا هما كنت ريسبكت بوكو مي كيديرو صغيور شويه مي درت لينا هي 550 ام ال اي سا سي توب دو توب اي كيعطيني دروكا واحد الافي تري ناتورال فريمون ناتورال البنات جادو نتوما كتعرفو هاد لو برودوي هذا بالضبط اللي خرج ديغنيغمون انا ما بارطاجيتوش معكم بزاف باسكو هذيك لا ماتيير اللي بزاف لي مارك داروا ولا اللي شريت جو بارل با دي مارك ماروكان مي جو بارل با كو لا لي مارك ماروكان مي جو بارل لا لي مارك انترناسيونال اللي كيتباعوا في سيفورا اي تو انا بيرسونيلمون لقيت فيهم واحد الريحه بحال ريحه الرمان مجهده بحال ريحه الورد مجهده فهادشي علاش انا كنت كنهرب منهم واللي زاد هربني اكثر سي كو هاد لو روج اللي كان يبقى لك هو فاش كتكوني لابسه ان تروك بلون ولا شي حاجه كيتطشاو لك الحوايج طون جي كو ديال ما كوبين ميمي ريغاردي ما كيتبارط ما كيتطشاش ما حتى شي حاجه او كونترير كيبقى لك هنايا في صبعك او كيمشي بوتي تا بوتي بوحدو فوالا شوفو شحال زوين جادور فريمون جادور سي ان تروك لي عجبني بزاف والريحه كيما قلت لكم بحال بوبالو انا قلت لكم زعما با ايطوني علاش دارت بوبالو ولكن يمكن جو بونس كو ميمي بغات ترجعنا البوبالو المسكس اللحم الغوز اللي كنا كنضغو كاملين وكنفخوها كاملين على وجهنا ودايوغ سي سا السين ديالها اللي دارت ولا لو لوغو ديالها اللي دارت جادوغ توب فوالا قلت لها حضري عليا راه صيفطاتو ليا ميرسي بوكو ميمي عجبني فريمون عجبني باسكو هي كتعرفني قالت لها سكر نو جربو شوفي كيفاش دارو قولي لي الريحه كيفاش دارو باسكو حنا عندنا مراكشي قلت لها صافي صيفطي ليا انا اللي قلت لها صيفطي ليا داك العجب باسكو فاش كدير كتجمع شعرها وكتديرو في وجهها من هنا كيجيها فريمون مانيفيك وانا شكون لا كاليتي ديال لابو ديالها وشكون هذيك لابو شحال خسرات عليها وشحال البخون سوان ديال امبوسيبل با جو تيم ما شيري بيزو جادور جو كونفيرم ابارتيغ دو اجوردي غادي تلقاوني الا شفتوني محمره وزوينه كنعرفو السكري ديالي هو ميمي سكين كير
لي زوين لي غلامور زوينات كدليطون صافا كلشي مزيان هاني عمركم. الوغ جيت اليوم باش نقول لكم باللي لا مارشانديز راه تحطات في المحلات بجوج مراكش ايكازا. كيما كتعرفوا انا مابقيتش كنصور فيكو يعني 80% تاع الوقت ما بقيتش كنكون بزاف في المحلات. ف دوكو لي كليون ديالنا لي بغاو سو كي سون انتريسي بار لا كوليكسيون جديده لي بيغ سايز لي شابو لي بيتشوير لي مايو لي روب لي جين لي انسامبل لي كلشي كل شوفوا كتعرفوا الذوق ديالو كتعرفوا قال ما غاش كتقدر تجيب لكم راه ا بارتير دو ما غادي تكون في مراكش واليوم راه كاينه عندكم ديجا كاينه في كازا وهذا مكان وداك الشيء اللي شربت في كوكا في هاد الفانيا ما شربته في حياتي كلها ما عملني شربته لي غلامور زوينات كدليطون صافا كلشي مزيان هاني عمركم. الوغ جيت اليوم باش نقول لكم باللي لا مارشانديز راه تحطات في المحلات بجوج مراكش ايكازا. كيما كتعرفوا انا مابقيتش كنصور فيكو يعني 80% تاع الوقت ما بقيتش كنكون بزاف في المحلات. ف دوكو لي كليون ديالنا لي بغاو سو كي سون انتريسي بار لا كوليكسيون جديده لي بيغ سايز لي شابو لي بيتشوير لي مايو لي روب لي جين لي انسامبل لي كلشي كل شوفوا كتعرفوا الذوق ديالو كتعرفوا قال ما غاش كتقدر تجيب لكم راه ا بارتير دو ما غادي تكون في مراكش واليوم راه كاينه عندكم ديجا كاينه في كازا وهذا مكان وداك الشيء اللي شربت في كوكا في هاد الفانيا ما شربته في حياتي كلها ما عملني شربته. Si deux personnes s'aiment vraiment, la distance ne peut pas les séparer. Les kilomètres entre nous peuvent être plus longs. La distance peut sembler être le pire ennemi de l'amour. Mais tu vois, je pense que la loyauté et le respect entre deux personnes peuvent être plus forts que n'importe quelle distance. La communication à distance, c'est spécial. Quand tu ne peux pas toucher, sentir ou voir l'autre personne, tout se joue dans les mots, les appels vidéo et ces petites attentions qui montrent que même si vous êtes loin, vous êtes toujours là l'un pour l'autre. C'est comme si la distance mettait vos sentiments à l'épreuve et les renforçait en même temps. Parfois, il y a plus de sincérité quand il y a de la distance. Quand tu n'as pas la possibilité de te voir tous les jours, tu deviens plus conscient de la valeur de chaque moment de communication. Le fait de prendre des nouvelles des journées passées sont plus importants que jamais. Par contre, elle aime un choc le carpaccio. Où est-ce qu'il y en a? C'est pas possible. Alors, moi, je suis tout le safar. Je suis là pour la journée. 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 Je suis là pour إذا ما يجيش ميركادونا بحال ما درت والو ما بخي لي برودوي ديال ميركادونا عييت ما نصورهم لكم فاش كنت عايشة هنا في لاسبان دابا اللي جدا عندو صبرتي حتى ندير لها ماخش ميركادونا. انت الزهر ما تعرفنيش ما يغركيش المنظر اللي انا فيه. انا وقت بجد عليا حته لسان زفر تقولي دي اكيد متربيه في الشوارع.